بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل واليه نتوب. اهلا بكم واولى حلقات يوميات صيدلي، حلقات يوميات صيدلي غرضها تقديم المعلومه الصيدلانيه بشكل مبسط لجميع الصيادله في الوطن العربي. واولى حلقاتنا النهارده هتكون تحت عنوان فلاجيل فيرموكس دونت ميكس. الحكايه ابتدت لما استاذ حسن قرر يروح يصرف الوصفه الطبيه بتاعته في الصيدليه، وهناك في الصيدلية الصيدلي بيبص على الوصفة لقى مكتوب في الوصفة الطبية حبوب الفلاجيل مع حبوب الفيرموكس. فالصيدلي كان عارف ان حبوب الفلاجيل اللي بتحتوي على مادة المترونيدازول ما ينفعش تتاخد مع حبوب الفيرموكس اللي بتحتوي على مادة الميبندازول، لان الاتنين مع بعض ممكن يؤدي الى حدوث متلازمة. المتلازمة ديت اسمها متلازمة ستيفنس جونسون سندروم، ودي عبارة عن حساسية شديدة بتحصل في الجلد بتاع الجسم كله. انا جبت صورة للايد فقط، لكن الحقيقة بموضوع ده بيحصل في الجسم كله، بس انا جايب الصورة عشان ما تبقاش قاسية لي على الناس. الاعراض اللي بتبتدي تحصل، بتبتدي يحصل ارتفاع في درجة الحرارة، يبتدي يحصل الم في الجلد، يبتدي يحصل احمرار وحكة في الجلد، ويبتدي يطلع حبوب في الجلد والاخشية المخاطية سواء في الفم او الانف او العين او حتى في المناطق التناسلية، ويبتدي بعد ايام يبتدي الجلد يتشال ويبقى المريض منزوع منه بعض الحتت منها الجلد. الحياة بتبقى قاسية جدا، ولكن ليه الأمانة التفاعل اللي بيحصل بينهم ده تفاعل نادر الحدوث، ولكن الاحتياط واجب. شايفك اللي هناك اللي هتسألني وتقولي طب ايه رأيك لو عطينا حبوب الفلاجيل اللي بتحتوي على مترونيدازول مع حبوب البندازول؟ حاجة اقول لك مفيش اي انتر اكشن ما بينهم، والاتنين مع بعض امنين تماما. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تدوسوا لايك وتعملوا شير للفيديو، واي سؤال انا تحت امركم عن طريق عمل كومنت على الفيديو، وتقدروا تتابعوني على قناتي على بتاع قناة اليوتيوب، وبرضو على الصفحة الرسمية بتاعتي على الفيسبوك والبروفايل بتاعي على الفيسبوك. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.